ده يروح العناية فورا ويتعمل له ايكو كارديوجرام حالا، غالبا عنده عيب خلقي في القلب. يلا عناية، يلا بسرعة. طمنينا والنبي يا دكتورة. ابنك طلعته على العناية دلوقتي وعامله شوية فحوصات اطمني. انت امه مش كده؟ ايوه. وانت ابوه؟ ايوه. انتوا قرايب؟ قولي عم. طيب لا مفيش اي حاجة، اطمني. هطمنك والله. يلا. كونجنتال هارت ديزيز، ده بيجي من جواز القرايب. عرفت طبعا من لون وش البيبي لانه لونه متغير. 5 دقايق بيبقى البيبي بين الحياه والموت. لازم نفكر بكل حكمه وعقل. يلا قابلوني على عناية على طول. شكرا يا دكتور. يا دكتور دكتور. ايوه. حضرتك معانا في رحله شرم الشيخ ولا لا؟ يا ريت حضرتك ما تقوليش لا. لما اشوف ظروفي ايه. بس انتوا اجروا على محاضراتكم. يلا بس بجد يا ريت حضرتك تكوني معانا، كل الطلبه نفسهم تكوني معانا. اوكي يا دكتور. تسلم ايدك. تسلمينا كلك على بعضك كده يا دكتوره. اخبار بنتك ايه؟ على وش ولاده. وانا موصيها لو جابت بنت تبقى عاقله. ايه الديكتاتوريه اللي انت فيها دي؟ هو مين واقف جنبها غيرك؟ ملوش لزوم بقى الكلام ده. تسلم ايديك. عن اذنك يا دكتوره. اتفضل. قهوتي يا عم صبحي. اهلا وسهلا دكتور صبري. ازاي تقدري تجمعي بين الجمال والرقه والعلم ده كله في وقت واحد؟ ميرسي قوي يا دكتور صبري. خير يا دكتور صبري، في حاجه؟ انا هخش في الموضوع دايركت. والله يا ريت. سياده العميد عمل شويه تعديلات في بعثه فيينا وبعتني ابلغك تعملي حسابك هتسافري معانا. اه لا دي هاني بيحاول يرشيني بالسفريه دي ولا ايه؟ ليه بس بتفهمي غلط؟ لأن ده مؤتمر عن جراحة القلب المفتوح، أنا ملياش دخل بيه. يا ستي ما تكبريش الموضوع، اعتبريها فرصة تبعدك شوية عن إرهاق الشغل والتوتر اللي احنا فيه. أنا مش مرهقة أبداً من الشغل بتاعي الحقيقة. وأنا اللي قلت إنها فرصة نهرب من مسؤوليات البيت والأولاد وملالهم. لا بذمتك ما زهقتيش من ولادك وجوزك؟ اتكلم إزاي معايا بالطريقة دي؟ أنت مالكش دعوة بولادي وجوزي. جوزك؟ أيوة جوزي. دكتور خيري؟ اتفضل اتفضل بره. اشرب قهوتك في مكتبك. ايه البلاوي دي؟ على الصبح.